السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إمام من قناة عالم إمام التنظيم والوصفات. اليوم إن شاء الله جيكم بواحد الفيديو نشارككم معايا بعض المنظمات اللي خديت مؤخرا، نتمنى أنهم يعجبوكم. وكيف ما العادة بالنسبة للمعلومات والأماكن اللي خدت منها هذه الأشياء والأثمنة غتلقاوها في صندوق الوصف اللي كاين أسفل الفيديو. أول حاجة غنوريكم هي هاد الكلمات أو هاد الليمون اللي يمكن نعلقوهم على الأبواب الخشبية أو الأبواب ديال الزجاج وكذلك الحائط، فيمكنكم تختاروا الأسماء أو الليمون اللي بغيتو. كنتو شفتوهم عندي معلقة كويزين على الباب ديال المطبخ بهذا الشكل وكانت عجبتكم بزاف، فهادي كنت خيتهم واحد لابوتيك في فرنسا، يعني واحد المحل اللي ما معروفش ديال الشينوا. أما هادو فخديتهم من المغرب من تاتي اللي كاينة في موروكو مول، وخديتهم ب 16.50 درهم الوحدة، وهما على شكل مرآة كيجيو يعني شكل ديالهم جميل بزاف ويمكن لكم تعلقوهم في أي مكان. خديت كذلك هاد المنظمة من واحد المحل كوري اللي كاين كذلك في واحد المول في الدار البيضاء، المول ديال بلو تاشفين، فواحد المنظمة اللي عجبتني بزاف وكتجي على هاد الشكل، فيها جوج ديال لي تيغوار وهي كتبان بحال الزجاج، يعني هي ماشي زجاج، هي بلاستيك ولكن واحد البلاستيك اللي قاصح هكا وبلاندي ويمكن له يعني يقدر يطيح وما يتهرش يعني بسهوله، فانا عجبتني بزاف. ويمكن لك تحط فيها سواء المكياج ديالك او لا تقدر تحط فيها هكا الاكسسوارات او اي اشياء ما تبغيش انها تلف لك، فهي فريمون عمليه وشكلها كذلك زوين، وانا خديتها ب 49 درهم. خديت كذلك من نفس المحل الكوري هاد واحد ميني بوبيل، يعني ماشي كبيره غير صغيره، فيمكن لك ديرها مثلا كوم بوبيل دو طابل اولا ديرها في الحمام، يعني دير داك الاشياء اللي خفيفه هكا واللي ما كتكونش متسخه، يعني مثلا تقدروا تقشروا فيها مثلا القشور ديال المكسرات كنت كتفرجوا في التلفاز، ممكن تحطوها في الحمام ديروا فيها القطن اللي كنمسحوا به العينين مثلا، فهي فريمون عمليه وكيتب 25 درهم. من نفس المحل خديت هذه المنظمه اللي كتجي على هذا الشكل، فكيف ما كتلاحظوا على الصوره فهي دايرينها خاصه للملابس الداخليه، ولكن صراحه كما كتعرفوا عليا فانا كنبغي نشري الحاجه وما نديرهاش في نفس المكان اللي خص يكون فيها، فانا استعملتها اوترمو، استعملتها يعني واحد 360 درجه ماشي ندير داكشي اللي خص يكون فيها، فانا استعملتها في المطبخ، وصراحه اللي عجبني فيها هو انها ثقيله وهكا قاصحه ويمكن لك انك تحط فيها اشياء اللي ثقيله، فانا درت فيها هاد لي كونسيرف وهاد كيجيوني ساهلين وعمليين، ومازال مازال تقدر كذلك تهز ليا اكثر من هاد الشيء، فهكذا هاد الشيء الصغير اللي كان يكون خاص بالسلطه غادي نلقاه بكل سهوله في الخزانه اللي فيها هاد المواد ديال التخزين بلا ما نقلب عليهم، وعجبتني يعني نوظفها بهذا الشكل، وانتما كيبقى لكم الاختيار انكم ديروا فيها اي شيء. والثمن ديالها 39 درهم. خديت من بعد هاد المنظمه كذلك اللي بحالها، ولكن هادي فيها هاد لي سيباراسيون اللي تيفرقوها كاي الاشياء، فيمكن لكم كذلك ديروها في اي شيء. انا فضلت هاد المره اني نديرها في غرفه النوم ديال الطفل نتاعي الاكبر بما انه تيمشي للمدرسه، فغيجيني ساهل انني نلقى الملابس الداخليه ديالو وكذلك الجوارب، فانا خديت منهم جوج، وحده غادي ندير فيها الملابس الداخليه والثانيه غندير فيها الجوارب، وهكذا غيسهل عليا انني كل صباح نجبد هاد الاشياء بلا ما نبقى نقلب عليهم. والثمن ديال كل وحده هو 49 درهم. وبالنسبه لهاد المنظمات الاخيره اللي كنت خديت من بيم واللي كانوا عجبوكم بزاف وطلبتو مني، قلتو لي امامين توظفيهم ورينا شنو درتي فيهم، فانا يا الى عقدتو كنت خديتهم ب 30 درهم الوحده من بيم اللي كيكون داك العروض ديال يوم الجمعه، فصراحه شكلهم زوين وكبارين وهزوا لي بزاف ديال الاشياء. فالاولى انا استعملتها خصيصا لكل ما يتعلق بتصفيف الشعر، يعني السشوار بابيليز لابلاك هذوك المشاطي لي بانس، يعني هذا الشيء كامل كنت مره نحطه في الحمام، مره نحطه في لي تيغوار، مره نحطه في غرفه النوم، فكنت كل مره كننقلو من مكان الى اخر، فهاد العلبه صراحه نفعتني بزاف وحطيت فيها هاد الاشياء باكملها وكنحطها فين ما بغيت انهم تيبقاو مجموعين بهذا الشكل. وبالنسبه للعلبه الثانيه لحقاش كنت خديت جوج،
فانا حطيت فيها لي كوش ميلانجيت نتاع الطفل الاصغر ديالي، هكذا خليتهم في الغرفه ديالي، يعني ملي يكون معايا ونبغي نغير ليه فلا داعي اني نمشي للغرفه نتاعو باش نجبد هذه الاشياء، فغيبقاو عندي هكذا حدايا، ويمكن لي كذلك نقلهم من غرفه الى غرفه كيف ما بغيت. وكيف ما تنقول لكم دائما تيبقى لكم اختيار وتوضفوهم كيف ما بغيتو نتوما. وكانت هذه الفيديو نتاع اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وكنضرب لكم موعد قريبا جدا في فيديو جديد ومدون جديد. الى اللقاء.